السيدة الوزيرة داز عام على إطلاق برنامج فرصة، برنامج فرصة اللي تهدف إلى تمويل ومواكبة وتأطير حاملي المشاريع في جميع جهات المملكة المغربية، واللي المفروض أنهم يستافدوا من الدعم التمويلي ومن التأطير ومن المواكبة. إذن بعد قرابة سنة من أن إطلاقه، تنسألكم السيدة الوزيرة على حصيلة تنزيل برنامج فرصة. السيدة الوزيرة، ونحن على إيقاع النجاحات اللي تتعرفها بلادنا واللي تتجعز الخصوم ديال بلادنا، بغينا نهنيكم السيدة الوزيرة على النجاح اللي عرفوا تنزيل برنامج فرصة. ومن خلالكم السيدة الوزيرة بغينا نهنيو إدارة وأطر الشركة المغربية للهندسة السياحية لاسميت، واللي وكلتوا لها السيدة الوزيرة تنزيل هذا البرنامج وبرهنات على احترافيتها ومكنات من الحصول على نتائج كما قلتوا فاقت التوقعات، والهدف المنشود اللي هو 10,000 مستفيد ومستفيدة قبل نهاية السنة الأولى. ورغم أن هذه المؤسسة العمومية تعرضت لهجمة عنيفة وصلت لدرجة الافتراء في بداية البرنامج. السيدة الوزيرة، وحنا تنطلعوا أن بلادنا تكون قوة صاعدة، همها أن اقتصادها يكون قوي ومحفز ومشغل. بغينا نشوفوا، حنا تنشوفوا في فريق التجمع الوطني الأحرار، أن خص ثلاثة الحوايج. اولا خص المساهمه الفعليه ديال الموردين وصاحبي الطلبيات في احترام تام لاجال الاداءات في اطار دعم هاد المستفيدين من برنامج فرصه. ثانيا خص تكون شويه المرونه في العالم القروي بالنسبه للمعايير والانتقاء. وثالثا بغينا تكون واحد الالتقائيه في جميع البرامج، لا سيما البرامج القطاعيه والاستراتيجيه وايضا البرامج التمويليه. شكرا السيد.